بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال أصحاب تقيمها بدن إن شاء الله كسود هذا موضوعنا موضوع عن سدعات هرنا كسوار الكتنبا وسدي أيان ولا حرير يا أضمة الله سبحانه وتعالى قوة إيمانية أود إيماني جان روحي جا الله سبحانه وتعالى إلى سو حريري أنا جان كسي في سنة هاي أنا جان مركزي إسكدري مايو أن ريو كوركايو أو يعني لبدي قابان كوركاي أو أهيت إن مركزي أي ريو إيجو إيماني سي تسألهان استخارة إذا أي نقول أي شيء مد مركزي وح أنكو استخارة صح نقول أيين أما أنا أركي يقف مرشدة أو ريدة يجو إيمانه يا أو وح إيجا دجا يا أو وح إيجا ريبا يا أما وح إفريا أما مركزي ريدة إذا أنا جا أنكلا جرنا يوم مد أن كريودة إن أي تهاي شر أما مد أن كريودة إن أي تهاي خير وح أنا دين شاقي إن لبقاب مركزي لولا حرير أيو لبدا قابنا يكليهين إن مركزي سد الرئة هان مركزي إن التواصل ولا سميت القوة الروحانية القوة الإيمانية هذا ديجا كوس في سنتها يعني كرامات كلاي سبحانه وتعالى كوسية سدي أكتف كون نقدان كو شقيان لبقى بيان شاقني قاب ريا أهان إنه كو إيمان أيان أي نفي عنتها إيه قاب سوجيدا مركا لبضاسي حد ما وضي شاقينو لكي هاد وحان سوق قدبينينا سدي أيان مركاسي ولا صاحبه يا أنو لا حريره يا إيه شقيني سا وأنو إليا خير كي بركدا إله سبحانه وتعالى إيه كو تلقلي وإله يقو كرامي سدي إيه شقيني سا أنيقو مركاسي حرير كلا سمينا ننكا الرياضة داد كان انت بضان وامده يسوعد سدين إن شاء الله تعالى مداس أي أن سوق قد بينينا إنك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سود هذا مقارك لايك سيا دتك إن شاء الله تعالى نلا صعدة خير كبدن لما أنتي نسي لايك جري سي شير جري صاحب ذين لو ذاقة سود هذا مركو كود ولا ليال كسر لي النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله سؤال بعد إن شاء الله تعالى ما ضونا هيو إن هذا الكيد نكبر ديو سدين مركزي سفيح لي أو دب أيان ولا حرير يا يعني قابري أحان سدين ولا حرير يا يعني أبو ده قوة روحانية إيمانية إلهي سبحانه وتعالى نيجي جو كرامي ذاتك كلا عن دهرة هاي سدين ولا حرير يا والله بقى بأيادو لحري ريسا أما الله بقى بأيان سمينينا قابك كوهات وحوهيان جيركاقة وحاد كباب إنيسا كترت ريسا شيادين تا إيو أود يركا مركاسي قوة شريرة يعني أود شرطة جيركاقة يعني كو ريسا واد كترت ريسا واد كمساحيسا هذي قوة مركاسي إن شاء الله تعالى وحيابان سيابان سوص عضا هاد سمين دونتيد سي إن شاء الله تعالى رياضة كو إيمانيسا أي حقيق النقطو أو أي سنسور دحقل شيادين وإن جركاجا إن شاء الله تعالى أود قرين كأمجنك قرين كأكل السعودة فرقلين تيس اللوجس أرميشة روح دخبيث كحن مركزي كل صاحب كحمان تكفريسة مركزي خير ككاريبيسة إن هالكاسي لقترترو وجركاجو النقضو جير نظيفة وإله سبحانه وتعالى أود روحي كل حريريسة كل مركزي أود إيمانية هذه أضلاع هاي النظيفة كل شقين كرتيد وأذيكم مركزي ولا حرير يا يعني قاب يا مركزي حلمي حد بس ذا تركي جا قوة الروح يعني أودها سي شرير كأ قرينك كوتشروش دين تكلا كوتشران عبث كي يقص معنا يا يجهر استاجا يا سدين وقتر ترى مركو كواد ولا هل قف هذا أركتو يعني قوة روحانية مركز لنا هاي يعني قف كان سدين ولي لله سبحانه وتعالى أولي الله سبحانه وتعالى واسيغو اوي هي انو اولي الله اوي هي سبحانه وتعالى سده وبنانك كو كينيا ويان يعني روحاني يا شيغانو ولي لله قف اولي الله سبحانه وتعالى او قرسن او اله سبحانه وتعالى كراميي او كرامديسا اي كبخدو يعني وا ولي لله يعني اولي الله اولياء الله سبحانه وتعالى اله قران كيسو كو شيغاي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون يعني وكو الله امني رومينا يا عبسانية أو إلهك عبسانية سبحانه وتعالى لهم البشرى في السوادر كيسان وبشارة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشرى في الحياة الدنيا يعني وحلم جواه الرياضة أنا تكشي كان إنه إله سبحانه وتعالى وبشارين يا الدنيا وفي الآخرة آخرا إله سبحانه وتعالى الجنة وكسيناي مركتن الدنيا قف كان روحي جا روح إيماني جا إله سبحانه وتعالى وسيي مرك الروح ذا كان لنا وانك شخص كان أولي الله سبحانه وتعالى ولي إلهي واي كرامات كي معجزات كي وسكو أركي لكن وما شقينا يعني قف كان هذا قف كتفه وحيا بيزور شيء جيني مرك الروح ذا عن شيء جنو وانك هسويان إذا سيد فهمت يعني هذا فهمت هذا المركز تشويش وحيابك الكوغلين يعني الروح يعني قوة روحانية أما قوة أود الروحية
ruuxaaniyadka aan ka wadno yacni adiga waxaa tahay weli lillaahi awliya allah oo laakiin qarsan oo aan isfahamsanayn oo laakiin karaamaadkii waxyaabaha qaarkood ka soo daahirayaan marka calaamadihii aan soo sheegnay oo xalaqaadkii aan soo gudbinay middan waxay tahay marka sidee yacni uga faa'iidaysanaysaa inaad awliya allah tahay oo yacni waxyaabahaaga ducadaada iyo khayrkaaga iyo dadka daaweyntada sidee kugu shaqaynaysaa labada qaab marka waxay tahay qaabka riyada inaad ula xiriirtid iyo qaab markaasi ficilaya qaabka riyada waxaan dhahnay inta aan la gaarinba waxa rabna marka hore inaan jirkeena nadiifino oo aan ka tirtirno shayaadiinta jinka xumaan wax walba oo xumaan eh oo iga qasi karto inaan ka tirtirno sideen u tirtirayna marka sidaas aada taagannahay waxaan u tirtirayna marka koowaad walaal waxaad ilaalinaysaa asalawaat alkhamsa walaal qof dhahaya weli ilaah ayaan ahay yacni quwa ruuxaaniya ayaan leeyahay oo yacni wixii aniga aan markaas ilaahay qofkaan ku baryo ama qofkaan inkaaro ama qofkaan ku tufo sidaasoo noqonaya weli ilaahay ayaan ahay qofku dhahaya oo haddana aan salaad tukanaynin ama markaasi waxyaabo kale kuula imaado ku dhahaya kacbadan kusoo tukadayishe yacni qofkaasi waa mushacwid waa shaydaan waa saaxir ma ahan weli ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku weligii ilaahiga ah waa in uu dee qofku inuu salaadaha oo tukada waqtigooda ku tukada oo aysan masaajidka ku dhaafin oo haddii dumar tahayna aysan salaadihii ka tegin qofka inuu daahir yahay naqi yahay nadiif yahay oo uu nadiif ka yahay wax walba xumaana ayay marka kuga tilmaamee midda labaad qofku waxaa laga rabaa inuu akhristo adkaara sabax walmasaa adkaara sabax walmasaa ee adkaarta ku soo aroortay subaxii iyo galabtii adoo waxba ku darin waxna ka reebin kutubka waxay ku qoran tahay xusni muslim ayay ku qoran tahay iyadoo atharkii iyo raadkii rasuulka sal alay wasalam ee xadiista laga soo aruuriyey sida saxda ay ku qoran tahay kutubkaasaad qaadanaysaa adkaara sabax walmasaa ayaad akhrisanaysaa mar walba markaas yacni waxaad ka talinaysaa ka shaqaynaysaa sidii aad ku nadiifin lahayd oo aad uga dhaqi lahayd jirkaaga midda saddexaad waxaad akhrisanaysaa suuratu qaaf qaaf ayaad akhrisanaysaa suuraddan waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey oo ay xambaarsan tahay in ay jirkaaga ka mayrto ay ka dhaqdo oo ay ka daahiriso dhammaan wax walba xumaana oo hadday noqon lahayn qariinkii shayaadiintii wax walba waxaadna akhrisanaysaa 21 maalmood marka suuradda saan kuu sheegay waxay jirkaada ka dhaqaysaa oo ka sifeynaysaa qariinkii oo jinkii ahaa oo laga yaabo inuu ku qaso waxay ka tirtiraysaa nafaha xunxunka ah fikradaha xunxunka ah jirkaaga ku jira cuqdada dhibaatooyinka yacni qofkan qof loo diyaarinayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadkiisa yacni ilaahay si waaqac u caabudo qof cuqdadaysan ama dad xasad kula jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadiisa ma aqbalayo marka qofkan waa in nafsadiisa daahir ay tahay suuraddana taasay ka shaqaynaysaa waxaadna akhrisanaysaa maalin walba waad akhrinaysaa 21 maalmoodna waad akhrinaysaa insha allahu tacaala waxaan galayna marka marxalada labaad marxalada labaad maxay tahay waa marxaladan waa marxaladii yacni inaad weli ilaahay tahay subxaanahu wa tacaala ood riyada ku arkaysid yacni ruuxdaasi iyo markaasi makhluuqaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirku kula soo samaynaysa ee rabta markaasi sida tusaale ahaan inaad markaasi salaadii istikhaaro markaad tukatid riyo oo xaqiiqi ku imaanayso ama qof murshida ku imaanayo ama markaasi riyo khaas aad arkaysid oo tii shar ahna shar kuu sheegaysa tii khayr ahna khayr kuu sheegaysa mar walba marka waxaad samaynaysaa inta aadan seexanin habeenkii inta aadan seexanin waa soowis qaadanaysaa tatawada lilaahi subxaanahu wa tacaala waxaad dhiganaysaa salligaada waxaad markaasi fariisanaysaa meel xoogaa yar yacni qolka yacni meel kuu diyaarsan ood ugu talagashay inaad khalwa ku samaysid oo aad markaasi ictikaaf ku samaysid gurigaaga ama masaajidka ama meel yacni last yacni waxaad ka dhigaysaa hadalka yacni dikriga adkaarta akhrinaysid hadalka ugu dambeeya yacni gurigaaga meel markaasi khaafit ah oo adiga markaasi fadhidid tooshkaaga ama nalkaadaad gaabsanaysaa halkaas ayaad fadhiisanaysaa waxaadna ku salinaysaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam inta aad kari kartid waxaa fiican inaad badsatid laakiin inta aad kari kartid oo aan cadad lahayn waxaadna istiqfaar sanaysaa inta aad awoodi kartid ilaahay subxaanahu wa tacaala kula doono inta kun inta boqol intaad awoodi kartid kadibna waxaad ku celcelinaysaa aayaddan soo socota suuratu namli ku jirta aayad waxay dhahaysaa acuudu billahi minash shaytaani rajiim innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim allaa tacluu calaya waatuunii muslimiin إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وحنا كل علنيسا أفرتن جر أي دخرنيسا أنت آدم ساحن كدبنا واحد أخرنيسا سورة يوسف بلا وإلى دمات أذيك وأن حل حرف هل آية كتجين وحنا وضيسا إن شاء الله تعالى أرنك سيئة وضيسا أفرتن مال موت إلى إذن كيسا سبحانه وتعالى
كدب إن شاء الله تعالى واحد أرك دونتا خيرات بركات وحول بوناكسن ميزات إيوت أي على مضه هذا المركز هوري هذا نلهين أولياء سبحانه وتعالى كوس وكردية وعند غني سوالي من أولياء الله سبحانه وتعالى أو خفيين كأي قرصن أي الله سبحانه وتعالى سجد يو عبدايا أدوم هذه السنة كأنفعها يا خير كي دعاء يعني شفاجة إنه أدعى يو ضدك كأنفعها